صافيكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين نتوما؟ كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم بخير وعلى خير. المهم البنات، جيت لكم من الناريات ملويه حرشه. عندي هنا معلقه ديال الخميره، وعندي معاها نص معلقه ديال السنيده. غادي نوضعهم في اناء وغنصبوا عليهم الماء دافئ، وغادي نحركو ونخليهم على جنب بهاد الطريقه. البنات نخليهم على جنب بما تفاعلت لنا الخميره. غنكون موجد انا واحد الاناء، غادي نحط فيه معلقه ديال الفرص ونص كيلو ديال السميده، يعني السميده ديال الحرشه ولا السميده كما كنقولوا ديال البغرير، نص كيلو ومعلقه ديال الفرص. صافي البنات، بهذه الطريقه هذه نحطهم في اناء ولا في قصريه ولا في العجانه ولا اللي بغيتوا البنات. المهم انا كنخدم غير فوق البوطاجي. صافي البنات، غادي نصب ديك الخميره بعد ما تفعلت ليا بهذه الطريقه، وغادي ندير شويه الملح على حسب الذوق. صافي البنات، وغادي ندير هنايا الماء دافئ باش نعطيها الماء في الاول، حيت هي كتبغي الماء البنات دغيا كتنشف بحال هكا. صافي البنات، ونحاول نحطها فوق البوطاجي في القصريه او اللي كان. صافي البنات، باش نغلب عليها. صافي غادي نصبها بحال هكا. صافي وغادي نحطها. صافي وهنايا غنغلب عليها باش ندلكها مزيان بحال كيما كندلكو العجينه البنات، عجينه ديال المسمن ولا عجينه الخبز بحال هكا. صافي، الا خصها البنات الماء حيت كتنشف، الا خصها الماء زيدو الماء بحال هكا. خصها الماء البنات زيدوها. ونحاولوا ندلكوها البنات مزيان مزيان مزيان، ضروري ندلكها البنات بحال كندلكو المسمن ولا الخبز، حيت دغيا كتنشف وخا تعطيوها الماء كتنشف، ما تخافوش منها دغيا تكون دغيا كتطوع في يدينا. صافي غير دليك باش تطاب. صافي البنات، بعد ما ندلكوها مزيان 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 مزيان، صافي غادي نحاولو نقسمو على قسمين بهاد الطريقة هادي. بعد ما طرخفات لينا ودلكناها مزيان، دابا غادي نقسموها على جوج. صافي غادي نديروها في شي بلاطو بعد ما نديرو لها شوية الزيت، نخلوها ترتاح واحد 10 دقائق. صافي البنات، غادي نجمعوها. صافي غنجمعو نحطوها في شي بلاطو ولا شي اناء كيما اللي عندكم اللي موجود، ولا فوق البوطاجينيت. صافي ونغطيوها بشي شي نغطيوها ب بلاستيك شي حاجه هكا باش تدفى لينا مزيان. نخليوها 10 دقائق البنات هكا. صافي غنديرو بلاستيك غذائي، نغطيوها باش ترتاح. صافي غادي نغطيوها ونخليوها ترتاح واحد 10 دقائق، ضروري البنات تخليوها ترتاح 10 دقائق. صدقوني البنات كتجي غزاله غزاله بزاف عاد، وغتعجبكم وغتستغناو على المسمن. هنا بعد ما ارتاحت ليا البنات،
غادي نخليها هنايا عفوا بعد ما ارتاحت لي 10 دقائق. دابا غادي نحاول جبدها البنات باش نكرص. عندي هنا 3 العناصر، عندي السميدة ديال الحرشة شوية، وعندي الزبدة التوراق، وعندي الزيت. هادو هما 3 العناصر اللي كنخدمو بيهم، المسمن ولا مهم داكشي اللي كنديرو سمن غنديرو حتى هنا. صافي غادي نكرصها شوية بالزويتة هكذا. نحاول ندهنو البوطاجي مزيان بالزيت. صافي غندلكوها مزيان 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 مزيان، انا عفوا غنسلحوها مزيان. صافي هنا غندير شويه ديال الزبده بعد ما ورقتها، ندير الزبده ديال التوراق. صافي غندير لهنايا الزبيده. صافي غنرشها بشويه ديال السميده، السميده يعني ديال الحرشه ولا ديال البرير هي اللي باش نرشوها. صافي بحال هكا البنات. صافي دلويوها بهاد الطريقة، تبعو معايا البنات الطريقة وغادي ديروها، غتجيكم ساهلة دغيا توجد معاكم. بحال هكا صافي غادي نكرصها دابا بحال هكا. هانتوما البنات بعد ما خليناها ارتاحت 10 دقايق، دابا البنات غنكرصو بحال كنكرصو مسمن. حيت درنا لها السميدة في الأول ودرنا لها في الثاني، ودابا ما غنديرو لها السميدة، غنعمرش السميدة غير بالزيت. صافي غير بشوية الزيت. انا ما بغيتش نقطع، بغيت تشوفوني كيفاش درت لي هاد الطريقه وكيفاش خدمتها باش تشوفوا باش تجيكم سهله. البنات غير ربيع هذا كنت درت المسمن ومسمن ديال معمر قليل شويه ربيع تمام فوق البوطاجي. صافي البنات بحال هكا. صافي غادي نكرصها بحال هكا صافي، وغادي نحطها وغادي نبدا في سميتو. من بعد البنات غادي نخليها واحد نص ساعة ترتاح، نص ساعة ضروري تخلوها نص ساعة باش تطوع معاكم بحال هكا البنات. صافي المهم راه الطريقة معروفة ومفهومة. صافي هنا بعد ما ارتاحت ليا نص ساعة شنو غندير البنات، غنشد المقلاة نخليها تسخن مزيان 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 تتولي سخونة. صافي البنات باش انفو نحطها تغيط طلع ليا تغيط نتافخ، حيت السخونية ضروري تكون المقلاة سخونة. صافي غير انفو تحطوها نقصو شوية من النار، ما تخليوهاش مجهدة. صافي البنات هنا غنكرصها، كرصوها كأن كنكرصو مسمن. نتوما البنات شتي دابا انت ملي خلينا ارتاحت هي كتمشي معانا، فين ما مشات كتمشي معانا، فين ما مشينا كتمشي معانا. صافي غادي نكرصها مزيان وغادي نرش شويه السميده من الفوق، ونعاود نرش نقلبها ونعاود نرش السميده مع تاني من التحت. المهم نغبرها بشويه بالسميده. بحال هكا صافي غنقلبها عاوتاني وغادي نرشها. صافي غنرشها بحال هكا. صافي غادي نديرها دابا نديرها فوق المقلاة ديال بعد ما كانت سخنات.
صافي هكا. انا راه ما مجهداش، ولكن في الاول كنت جهدت ونقص منها. صافي صافي، مرة غادي نقلب من تحت نشوف واش غنرش شوية الزيت، مرة نقلبها نشوف واش طابت شوية من تحت، نقلبها للجهة الاخرى بحال هكا. صافي البنات، غادي نكرصها دابا، سمحوا لي قبل نخليها طيب مرة عفوا، سمحوا لي والله. صافي نقلب نشوف مازال، مرة نشوف من التحت كيفاش دارت، واش طايبه ولا لا. صغير تشد راسها ونقلبها. صدقوني البنات كتجي غزالة وصحية وكتجي مزيانة، هاد ملوية حرشة. مرة هكدا كنقلب تنشوف دغيا توجد، دغيا تقدري تنوضي الصباح وطيبيها وتصاوبيها وتقديها وتفطري بيها بهاد الطريقة وهاد المقادير، يعني المقادير كل ما يكونوا في الدار. صافي البنات دابا هنا غنقلبها. صافي هنا خدات، هنا بدات كتشد فراسها. صافي اون فوا غير كتقلبيها وتعاود تقلبيها هي كتوجد. نرشو شوية الزيت، صافي البنات غادي نحاول نجبد نكرص التكريسة الأخرى، تا هي خاصها تكرص. الطريقة كتوجد، داكشي علاش انا دابا بديت كنكرص الاخرى، باش اون فوا نحيد هادي نحط هاديك. ندير شويه د الزيت ونكرص، نحاول عاوتاني نغبرها تاهي شويه بالسميده. صافي البنات بحال هكا، صافي ملي كطيب راه كتوجد بسهولة. صافي البنات هنا كنبقى مرة كنقلبها حتى كيطيبو، طيب كيف تبان لنا طابت. صافي وغنحيدوها وصافي، ونوجدو واحد بلاد اتاي. ايوا البنات، ومع شوية العسل وزبيدة بلدية كتجي رائعة، كتجي رائعة، كتجي بنينة وزوينة ولذيذة، وكتحليها من الوسط وتعمريها من الوسط كتحل. صافي البنات بحال هكا، هنا كتكون وجدت لنا الحرشة ديالنا وجدات، وكنتمنى تعجبكم. المهم البنات هنا كملت الحرشة ديالنا، شتوها كيفاش جات، جات غزالة البنات. كنتمنى تجربوها وديروا الطريقة والمقادير، وهنا كينتهي الفيديو ديالنا. هانتوما البنات شوفوا كيفاش جات، جات غزالة خفيفة وهشيشة ولذيذة وصحية. هانتوما البنات شوفوا كيفاش جات، جات غزالة. كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، كنتمنى تدخلوا عندي لاشين ديالي وديروا ليا جيم. المهم هنا كينتهي الفيديو ديالنا، الى الفيديو المقبل ان شاء الله. وغير المهم جربوها البنات راه غتعجبكم، وهادشي اللي كاين البنات، وغادي نخليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله. يلا بسلامه وتهلاو في راسكم، باي.